هذا كان اسمه الإسلام، مشتق من السلم، من السلام. وتحية المسلمين السلام. وننهي صلاتنا ماذا نقول؟ ننهي الصلاة السلام. والجنة التي يطلبها المؤمنون الله عز وجل سماها دار السلام، قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ومن أسماء الله الحسنى السلام، أليس كذلك؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، ادخلوا في السلم كافة. قال أهل التفسير: ادخلوا في السلم، أي ادخلوا في قواعد الإسلام كلها من غير انتقاء ولا اصطفاء. فالمسلم سلم وسلام في بيته، مع أهله، في عمله، في سفره، في إقامته، في خلواته، في سره، في علانيته، يكون سلما وسلاما وأمنا وأمانا. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض، الله يبغض كل جعفر جواف. انظروا إلى هذه الكلمات القريبة، جعفر وجواف، سخام في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، يعني متكبر صوته.